مندوق الحواوشي المصري الاسكندراني، كبده اسكندراني يا جماعه على الكشري عند عبود. طنجاوه الخوا بار او العصبان بالاسكندراني يا جماعه، عامل لنا حواوشي مصري. وصلنا يا جماعه عند عبوده احلى عبوده حبيب يا جماعه، عامل لنا حواوشي مصري. لا انا بصور نفسي مش بصوركم. حواوشي مصري، ها هو الحواوشي المصري، مش مصري بقى، حواوشي اسكندراني. هتقول لي ليه؟ هقول لك عشان في فرق بين الحواوشي الاسكندراني والحواوشي المصري اللي في كل مصر. حواوشي اسكندراني ليه طعم مميز عن اي حواوشي في مصر كامله. ما تقوليش بقى بتوع القاهره، ما تقوليش بقى بتوع، انا عارف الناس هتخش ده بتقول لك الحواوشي، لكن حواوشي اسكندراني مفيش زيه الصراحه. بحال الكبده والصدق، الصدق بالاسكندراني مالوش زي. صح قريبا في صدق. في ايه النهارده تاني عندنا؟ عندي حواوشي وعندي العصبان اللي هو الممبار. ممبار كمان ده كل اسبوع بعمل نوعين مختلفين عشان نشوف اذواق الناس ايه، عشان لو ما افتح مطعم اكون جاهز واكون اوكي ان شاء الله باذن الله. عم محمد احلى اسكندراني حبيبي حبيبي، منور طنجة، ربنا يبارك لك. الله يخليك. هندوق ده بقى الحواوشي يا جماعه، وبعدين نشوف العصبان او الممبار موضوع اخر. هو عندنا اسكندريه بيقولوا عليه عصبان، لكن هو منتشر في مصر باسمه ممبار. يعني حتى السميه مختلفه في اسكندريه. في اسكندريه يقول لك عصبان، وفي القاهره وفي بقيه مصر يقول لك ممبار. فهندوق العصبان او الممبار ده بقى، الحواوشي المصري الاسكندراني. يعني الريحه تطلع في الفيديو. الريحه طالعه، الريحه طالعه. قولوا لنا الريحه طالعه ولا مش طالعه؟ بتاع كبده اسكندراني يا جماعه على الكشري عند عبوده. الله على الدقه، يا سلام على الدقه. شويه دقه لوز النهارده. بودكه مش بودكه. الله عمي، شويه شطه ماشي. الحار اهم حاجه، الحار. شوف بقى البصل مجرمل يا جماعه، البصل مجرمل. وتقول لي كشري ولا احلى كشري؟ تقول انت في اسكندريه بالظبط، والرز بلبن ده هو اسكندريه، ده اكتر حاجه بتفكرني انا باسكندريه، الرز بلبن. اه والله يا عم. الله يا عبود، 20 سنه بره اسكندريه، بس انا بقى من عشاق عزه هو من اشهر المشاهير. الرز بحليب والكشري والحاجات دي. انت متهلي في الراجل ده، كل دي كبده. هو يا عم زبوننا لازم يشبع. تبارك الله ما شاء الله، الصحة والراحة. عمر يا باشا، واحد بحاله. تبارك الله. سليت الكشري؟ سليت الكشري. ها؟ ايه رأيك في الكشري؟ بأمانة. أحسن كشري. واعر. بالظبط. أنت طنجاوة. طنجاوة الخوا. الصحة والراحة. انت مازال مقيست ولا هتقيس؟ مازال هتقيس، هتهبط حيد البحر تاكل كشري. كشري مصري بصحتك وراحتك. ادي هو الممبار يا جماعه، ولكن طبعا ده بيتقلي لسه في الزيت، هذا جاهز على القلي في الزيت. عايز هذا بيتقلي لسه يا عبوده صح؟ اه هذا بيتحمر صح؟ هياكله مسلوق، هياكله لازا حمرا، بس هو بيتحمر. لا يتحمر. عبوده انا حاطه تحت عندي هنا اهوت، بس انا حاطط ده كده زي عرض كده استاذ احمد. احلى بيتحمر عشان خاطر يبقى سخن. احلى ممبار فين يا جماعه؟ فين الممبار المصري ده؟ فين الخوا؟ طنجاوة الخوا. اجي تقيسوا، اجوا تقيسوا معانا، تقيسوا الكشري، تقيسوا الحواوشي، تقيسوا الممبار او العصبان بالاسكندراني. يعني المتاح ليه الاسم بتاعه في مصر هو الممبار، يعني ممبار. اما هو عندنا في اسكندريه اسمه عصبان. احلى عصبان واحلى عبد. صباح الفل. احلى عبوده.